طبعا الملك منتوحتب الثاني والضجة اللي حواليه عشان خاطر ليه تمثال باللون الأسود في المتحف المصري. في ناس يا عيني ذكائهم محدود ونظرتهم ضيقة شوية، بياخدوا الحاجة بالألوان، في حين إن المصريين القدماء كانت الألوان عندهم رموز، وما كانش في حاجة اسمها إن هما كانوا بيلونوا نفسهم باللون الأخضر فده لون بشرتهم، أو بيلونوا نفسهم باللون الذهبي فده لون بشرتهم. دي كلها معتقدات ورموز ما يعرفهاش غير اللي دارس الحضارة المصرية القديمة. ليه؟ لأن هو قرأ اللي كاتبينه المصريين القدماء فعرف، مش من نفسه يعني، هو ما نزلش عارف. فبالتالي لما نيجي نشوف هنا الملك منتوحتب الثاني المنظر ده وهو عايش زي ما انتم شايفين نفس لون بشرتي، والمنظر التاني وهو ميت وده اللون الاسود. اللون الاسود ده هو لون الموت. التمثال هنا بيمثل الملك وهو عايش، والتمثال هنا بيمثل الملك وهو ميت. عرفنا ازاي ان ده عايش وده ميت؟ هنا ميت لسببين. اول حاجه الوضع الازيري بتاعه يا جماعه، الوضع الازيري ده يعني الملك في العالم الاخر، يعني الملك خلاص مات. فالملك لما بيموت بيتحول لازير، بيتحول لاله، فده الوضع الازيري. ما بنلاقيش اشخاص بالشكل ده ابدا، لازم نلاقي الملوك. هنلاقي حتشبسوت كانت بالشكل ده، هنلاقي كتير بالشكل ده، فده وضع يمثل الموت. بجانب العبايه البيضاء اللي هو لابسها دي يا جماعة زي ما تقولوا كده كفن، فده عباية الموت. حاجة كمان اللون الأسود ده لون القاء، لون القرين، لون الموت، لون أزير. فلما تلاقوا تمثال باللون ده تعرفوا إنه بيمثل الملك في العالم الآخر، نفس لون تماثيل الملك توت عنخ آمون. فده السبب إن إحنا هنلاقي هنا شكل الملك وهو عايش باللون العادي بتاعنا ده، وده شكل الملك، وده شكل الملك بعد ما مات. بس معلش يا جماعة، في ناس مش فاهمة حاجة وعايزة تتلزق في أي حاجة تشرفها وخلاص.